بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 124. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. مستمعين الكرام، سوف تستمعون بإذن الله في هذه الحلقة إلى إجابة عدد من الأسئلة. أولها سؤال عن قول الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم سؤال عن لبس النظارة للرجال بقصد الزينة من المستمع حميد عثمان. ثم سؤالان من سعيد عثمان فائز عن تعليق الصور وحكم التماثيل الموضوع على الزينة، وعن تقسيم شعر الرأس على الناس بعد حلقه. ثم أسئلة للمستمع أحمد الحسن العسكر، سوري مقيم في الأردن، يقول: هل تكفي الجمعة عن الظهر وهل لها سنة؟ ويسأل عن بعض صور الرضاعة، وعن تأخير الغسل للبرد حتى يفوت وقت الفجر، وعن قضاء الصلوات الفائتة، وعن حكم ذبح العقيقة بعد أكثر من سنة من الولادة. ثم أسئلة للمستمع عين ألف من الرياض عن صيام عاشوراء منفردا، وعن من صلى إماما والمأموم عن يساره، وعن استعمال الباروكة وأحمر الشفاه. ثم أسئلة للمستمع أحمد سعيد من اليمن عن الصلاة في مسجد من طابقين، وعن إرث الأخ من الرضاعة، وعن حكم ما يأخذه السمسار بين البائع والمشتري، وعن صلاة من منعت من الماء في بعض جسدها. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أولى رسائل هذه الحلقة من المستمع حميد عثمان من السودان، يقول: ما تفسير قول الله تعالى عن الخمر والميسر: وإثمهما أكبر من نفعهما، وما المقصود بالمنافع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على التدريج. كانت الخمر تشرب في الجاهلية، وكانوا معتادين لشربها، كانت متمكنة من نفوسهم ويصعب عليهم تركها، فالله جل وعلا رحمة بعباده حرمها على التدريج تخفيفا عنهم، وذلك في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا فيه تنبيه على أن السكر ليس برزق حسن، ففيه التنفير من الخمر، لأن الله فرق بين الرزق فوصفه بأنه حسن، وأما الخمر فلم يصفه بالحسن الذي هو السكر. تخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذه مرحلة من مراحل تحريم الخمر. المرحلة الثانية: حرمه الله في وقت دون وقت، وذلك في وقت الصلاة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكانوا يتجنبونها وقت الصلاة، فإذا تجنبوها في وقت الصلاة خفت عنهم وطأتها. ثم في المرحلة الثالثة حرمها الله نهائيا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله فهل أنتم منتهون؟ فالله جل وعلا حرمها تحريما باتا في هذا هاتين الآيتين من سورة المائدة، فتجنبها المسلمون تجنبا نهائيا. ومن ذلك قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، هذا في المرحلة الأولى، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله جل وعلا بيّن أن الخمر والميسر إثم كبير، والميسر هو جميع المغالبات والمراهنات المالية، فإن أخذ المال عليها حرام. المغالبات والمسابقات والمراهنات المالية يحرم أخذ المال عليها، لأنه أخذ للمال بغير حق، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من المسابقة
على الخيل والإبل والسهام. قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل هو الرماية، والخف هو ركوب الإبل، والحافر هو ركوب الخيل، لأن هذه من أدوات الجهاد. المسابقة عليها فيها تمرين على الجهاد في سبيل الله. وألحق بعض العلماء بهذه الثلاث المسابقة أو الجائزة على مسائل العلم، مسابقات في مسائل العلم كحفظ القرآن وحفظ شيء من الفقه والإجابة على بعض الأسئلة في العلوم الشرعية. قالوا لأن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله. وما عدا هذه الأربع فإنه لا يحل أخذ الجائزة أو السبق عليها. هذا هو الميسر. وأما الخمر فمعلوم أنه كل ما أسكر، يعني خامر العقل يعني غطاه من كل المواد، فإنه خمر، وكل خمر حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قل فيهما إثم كبير، وهو ما يحصل بهما من أكل المال بالباطل في الميسر وأخذ بغير حق، وما فيه من ظلم وعدوان وجهالة وغرر ومغامرة ومخاطرة، فهذا إثم كبير. وفي الميسر منافع فيما يحصل من الحصول على المال وما يحصل من الفرح والسرور، لكن هذه المنافع يسيرة وأضراره أكثر من منافعه، وما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه حرام. وكذلك الخمر فيه منافع بما يحصل من بيعه وشرائه وما يحصل من الفرح والسرور في حال تعاطيه، إلا أن هذه المنافع يسيرة ومغمورة في المضار التي تحصل من شرب الخمر من تضييع العقل والجناية على العقل وتضييع الصلاة والعدوان على الناس، وما يحصل من أضرار عظيمة من السكارى من قتل النفوس وانتهاك الأعراض وغير ذلك، وما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه محرم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر، لكن في النهاية لما حرمت الخمر سلب الله هذه المنافع، فلم يبقى في الخمر منفعة أصلا، سلبت هذه المنافع منه فكان ضررا محضا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله الخمر يتداوى بها، قال أما إنها داء وليست بدواء. فبعد تحريمها سلب الله منها هذه المنافع، وسلب المنافع من الميسر، فصار كل منهما ضررا محضا. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول في سؤال آخر، هل لبس النظارة بالنسبة للرجال بقصد الزينة حرام، وكذلك الكحل للرجال سواء كان في العين أو المحاجر؟ الكحل للرجال سنة على وجه لا يكون فيه تشبه بالنساء، وإلا فالكحل للرجال سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الدواء للعينين وقوة البصر. نعم، ولبس النظارة يجوز من المباحات، هو من المباحات ما لم تكن هذه النظارة فيها ذهب أو فيها فضة. إذا كانت نظارة ليس فيها ذهب ولا فضة يجوز لبسها للرجل سواء لضعف البصر أو لغير ضعف البصر. نعم، وإن كانت تفضي إلى شيء من التقليد؟ لا، ما في تقليد لبس النظارات، ما في تقليد، هو من العوائد المشتركة بين الناس. نعم، أثابكم الله. مستمع آخر من السودان هو سعيد عثمان فائز، يقول هل تعليق الصور حرام، وهل التماثيل الموضوعة للزينة حرام أيضا؟ نعم، يحرم تعليق الصور سواء كانت صورا مطبوعة أو مرسومة على ورق أو كانت تماثيل، وهذا أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما أراد دخول منزل عائشة رضي الله عنها رأى سترة على الجدار فيها صورة، فتغيظ وجهه صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل في هذا المكان حتى أزيل ذلك القرام ونقضت هذه الصورة. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله. فلا يجوز تعليق الصور على الجدران لما في ذلك من مضاهاة خلق الله، ولما في ذلك من الوسيلة إلى الشرك. إذا كانت هذه الصور لمعظمين كالملوك والرؤساء والعلماء والناس المعظمين فإن هذا والعباد فإن هذا يؤول إلى عبادتهم، كما حصل هذا لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين على مجالسهم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. ولما جاءهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن هذا الشرك بهذه الصور قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث
يغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء رجال صالحين صورت صورهم ونصبت على المجالس وصارت آلهة تعبد من دون الله في المستقبل. فالواجب على المسلمين منع هذه الظاهرة السيئة وهي تعليق الصور أو اقتناؤها في البيوت لأجل الذكريات أو لأجل التجميل أو ما يسمونه بالفن. كل هذا من المحرمات الشديدة التحريم التي يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها وأن يزيلوها من بيوتهم ودكاكينهم ومحلاتهم طاعة لله ولرسوله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول: سمعت بعض الناس يقولون إذا حلق الشخص شعر رأسه فعليه أن يقسمه على الناس، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل، ليس بصحيح، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، منها أنه يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسده الشريف، وأما غيره فلا يتبرك به، لأن الصحابة لم يتبركوا بأفضل الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولا بغيرهم من بقية العشرة، ولا بغيرهم من الصحابة من أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان أو المهاجرين أو الأنصار، ما كانوا يفعلون هذا مع صالحيهم وعلمائهم، ولا يتبركون بهم لا أحياء ولا أمواتا، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسل أحمد الحسن العسكر سوري مقيم في الأردن بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل يصلي الإنسان صلاة الظهر يوم الجمعة أو تكفيه صلاة الجمعة؟ وهل عليه صلاة الجمعة سنة؟ من صلى الظهر مع صلاة الجمعة فإنه مبتدع وفاعل لمحرم، تكفي صلاة الجمعة لأنها فرض الوقت. وأما الذين يصلون بعدها صلاة الظهر فهؤلاء مبتدع وهذه الصلاة باطلة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما السنة مع الجمعة فلا سنة لها قبلها، وإنما يتنفل الإنسان قبل الجمعة بما تيسر، ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما بعد الجمعة فيستحب فعل الراتبة بعدها، وأقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات أو ست ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: خالي وأختي أكبر مني رضعا من أمي ومن جدتي، هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة خالي هذا علما أن الرضاعة فوق الخمس رضعات؟ الذي رضع من أمه لا يجوز أن يتزوج من بنته. نعم. لأنه يكون عما لها من الرضاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: إنني أعمل راعيا في البرية وقد تحدث معي جنابة، فيكون الماء باردا والجو باردا ولا يوجد عندي شيء أحمي فيه الماء كي أغتسل، فأتأخر حتى تطلع الشمس ويدفع الجو ثم أغتسل، لكنها تذهب علي صلاة الصبح، فما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ عملك هذا لا يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها من أجل برودة الماء. الواجب عليك إن كان أمكنك أن تسخن الماء أن تسخنه وتغتسل وتصلي في الوقت، وإذا لم يمكنك تسخين الماء وخفت على نفسك الضرر من برودته فإنك تتيمم بالتراب وتصلي، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما أصابته جنابة وهو في سرية في سفر وخشي على نفسه من برودة الماء، تيمم وصلى بأصحابه وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة التي مضت عليه في السنين الماضية علما أنه صلى وعمره 22 سنة؟ نعم. هل يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات التي مضت عليه في السنين الماضية علما أنه صلى وعمره 22 سنة؟ ربما قصد أنه لم يكن صلي قبل هذا السن، فما مضى قبل العشرين هل يقضى؟ الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة ولا يقضي الصلوات التي تركها، تكفيه التوبة. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: رزقت بحمد الله ببنت لكني لم أذبح لها العقيقة وعمرها الآن سنة ونصف، هل يجوز أن أذبح لها الآن؟ نعم. ويقول أيضا: ما الذبيحة، غنم أو ماعز، وكم عمرها، وهل تجوز المريضة أو المكسورة؟ نعم، ذبح العقيقة عن المولود سنة، إن كان ذكرا فيذبح عنه اثنتين، وإن كان أنثى فيذبح عنها واحدة، ووقت الذبح من السابع من ولادته أو الحادي والعشرين، فإذا مضى الحادي والعشرين ولم يذبح عنه فإنه يذبح في أي وقت، يذبح العقيقة في أي
أي وقت من الأيام ويكون فاعلا للسنة ولو تأخر الذبح. نعم. وأما المجزي في العقيقة فهو ما يجزي في الأضحية، اشترط أن تكون أن تبلغ سن الثني إذا كانت من الضان ما تم له 6 أشهر فأكثر، أو جذع من المعز وهو ما تم له سنة. هذا من ناحية السن. أما من ناحية الأمور الأخرى فلا يجزي فيها المريضة ولا العورة ولا العرجة ولا التي لا تطيق المشي مع الصحاح ولا الهزيلة التي لا مخ فيها. فيشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية سنا وصحة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عين ألف من الرياض بعث رسالة ضمنها 3 أسئلة، يقول في أولها: أردت في هذه السنة صيام يوم عاشوراء فصمته بحمد الله، لكنني عندما أردت أن أصوم يوما بعده جاءني مرض فلم أستطع الصيام، فهل علي قضاء هذا اليوم أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ليس عليك قضاء هذا اليوم، وصيام يوم بعده أو يوم قبله سنة، وإذا تركته فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. ويكون تم له صيام يوم عاشوراء. تم له صيام يوم عاشوراء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: فاتتني صلاة المغرب يوما من الأيام، وبعد أن انتهت الصلاة صليت أنا وأحد الناس، فجعلت الرجل عن يساري وأصبحت أنا الإمام، وأنا أعلم أن الإمام يجب أن يكون عن اليمين، لكن لم أدري أين اليمين من الشمال، فصليت المغرب أنا وهذا الرجل، فما حكم صلاتنا في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ صلاتك أنت صحيحة، وأما الرجل الذي صلى معك عن يسارك فإنه يعيد الصلاة لأنه وقف في غير موقف المأموم. المأموم إذا كان وحده مع الإمام يكون عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي وقام ابن عباس وصغير عن يساره أداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، فهذا يعيد الصلاة. يقول في آخر أسئلته: ما حكم استعمال الباروكة للرجال والنساء، وإذا كان هناك بعض النساء وشعرهن قصير فتريد أن تتزين لزوجها، هل يجوز في هذه الحالة؟ وكذا ما حكم استعمال أحمر الشفاه من أدوات التجميل للنساء؟ أما لبس الباروكة فهو حرام على الرجال وعلى النساء، وهو من كبائر الذنوب، لأنه من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ومن ذلك الباروكة لأنه شعر غير شعر الإنسان، فلا يجوز له لبسه. ولو كانت المرأة شعرها قصير فلا تلبس باروكة، بل يكفي شعرها الذي خلقه الله لها. وأما الرجل فلا يلبس الباروكة أصلا، لأنه ليس من عادة الرجال تغذية، يعني ليس من عادة غالب الرجال تغذية رؤوسهم واتخاذ الرؤوس نازلة عن الكتفين، هذا إنما يفعله بعض الرجال، فإذا حصل هذا من شعره المخلوق فلا بأس، أما أنه يتخذ شعرا ومصطنعا فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسل أحمد سعيد من اليمن يقول في أول أسئلته: إذا كان المسجد من طابقين أعلى وأسفل، هل يجوز للإمام أن يؤم المصلين في الطابقين كليهما العلوي والسفلي، علما أنه يوجد في الطابق الأول مكبرات الصوت تنقله إلى الطابق الثاني؟ ما بأس بذلك أن يكون الإمام في الطابق الأسفل أو الطابق الأعلى، لكن إذا كان في الطابق الأعلى فلا يكون وحده، لا بد أن يكون معه بعض المأمومين. نعم. المصلي إذا كان مصلي في الإمام إذا كان في الطابق الأعلى فلا يكون وحده، بل يكون معه بعض المأمومين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: توفي رجل ولم يكن له أحد من أهله إلا أخ له من الرضاعة، فهل يرثه أم لا جزاكم الله خيرا؟ الأخ من الرضاعة لا يرث، ويكون ورثه لقرابته من النسب سواء كانوا من عصبته أو كانوا من ذوي أرحامه، أما الأخ من الرضاعة فإنه لا يرث، لأن الرضاعة لا يثبت بها الإرث، وإنما تثبت بها المحرمية فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في أثناء البيع والشراء نرى أنه يوجد بين البائع والمشتري رجل ثالث يتم له ما البيع، يسمى عندنا باللغة العامية دلالا، هل يجوز له أخذ نقود جزاء سعيه بينهم؟ نعم، هذا هو السمسار أو الدلال، يجوز أن يأخذ في مقابل أتعابه بين الطرفين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول امرأة عملت عملية نقش في العين، ومنعها الدكتور من مس الماء وإيصاله عينها، هل يجوز لها أن تصلي دون غسل وجهها، أو يجب أن تغسل الأطراف الأخرى البعيدة عن عينها؟ إذا أجريت للعين جراحة أو لغيرها من
أعضاء الوضوء، وكان وصول الماء إلى هذه الجراحة ومحل العملية يضر بالمتوضي، فإنه يغسل الصحيح ويترك الجريح ويتيمم عنه، إلا إذا كان عليه غطاء أو لصوق أو ضماد فإنه يمسح على ما عليه من الضماد أو اللصوق ويكفي هذا. أما إذا لم يكن عليه شيء فإنه يجنبه الماء ويتيمم عنه بدلا عن غسله بالتراب. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم، المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. حتى